بارك بكلام الكبار وكلام سبحان الله أخواتي فعلا يعني صحيح وفعلا علاجات مضمونة ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك. حبيباتي طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل، ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين، ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الفيديو تبعنا في أشياء كثير، في رسالة من أمي وهدية من واحدة من يعني حبيباتي متابعات قناتي، وكمان شكر لله عز وجل ثم إلكم. فقبل ما أبدأ الفيديو طبعا مثل ما تعودنا بناخذنا كم تعليق من الأخوات اللي معنا اللي طلبوا الدعاء. أخواتي تحت بالتعليقات مثل ما تعودنا نحط تعليقات وتدعون أخواتي، ولكم بالمثل، ملك يوكل لك يقول لك آمين ولك بالمثل، فشو بدك أحلى من هيك، ربي سبحانه وتعالى يستجب لك دعائك. من أسباب استجابة الدعاء أخواتي دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب، أسباب استجابة الدعاء. فأنت إذا بتحبي ربي يستجب لك دعائك ادعي لأخواتك المسلمات وربي يقضي لك حوائجك مثل ما يقضي حوائجهم بإذن الله تعالى. تفضل معي. قلت لكم بهذا الفيديو في 3 شغلات، رسالة من أمي لكم وهدية من واحدة من متابعاتي، وشكر شكر لله عز وجل سبحانه وتعالى، له سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه القناة على محبته، أكرمنا بها الجمع الطيب وهالصحبة الصالحة ما شاء الله تبارك الله. وصلنا بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل وصلنا ل100,000 أخت محبة حنونة على بعضنا، حناين على بعضنا، حبايب لبعضنا في الله، منحس بآلام بعضنا، مندعي لبعضنا. أكبر نعمة أخواتي نحن ربي سبحانه وتعالى أعطانا إياها محبتنا لله عز وجل. المتحابون في الله يوم القيامة تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. أخواتي نحن إن شاء الله يوم القيامة تحت ظل الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن بإذن الله. مكانتنا إن شاء الله على منابر من نور، نلتقي على منابر من نور يغبطنا، تخيلي يغبطنا عليها مين؟ الأنبياء، الأنبياء أخواتي الأنبياء، يعني في 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 أغلى عن رب العالمين الأنبياء، الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء بيغبطك على هالمكانة هي اللي انت بتكوني فيها لأنك حبيتي أختك المسلمة لله، حبيتين حبينا بعضنا لله، ما حب يعني يعني شو اللي بيناتنا غير محبة الله والقرآن وطاعة الله والقرب من الله. ما شاء الله تبارك الله كثير من الأخوات غيرت حياتهم بهالجمع الطيب بهالكلام سمعوا ما شاء الله تبارك الله، ربي سبحانه وتعالى أكرمهم وجبرهم وأسعد قلوبهم وقربهم منه. هذه هي الحياة أخواتي، وإن الآخرة لهي الحيوان وللآخرة خير وأبقى، هي هي الحياة إن نحن نبقى قريبين من الله.
مو الحياة يكون عندي سيارات وطيارات وبيوت وعفش وكله. لا يا حبيبتي، ربي يكرمنا ويسعدكم، يا رب يجبر خاطركم كل ما بتتمنوه. لكن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بالإيمان، وحياة القلب بالقرب من الله عز وجل ومحبة الله عز وجل بعباد الصالحين. فما شاء الله تبارك الله، يعني هذه نعمة من الله وربي سبحانه وتعالى يديمها. في ملاحظة أخواتي الحبيبات الغاليات إلى قلبي، تقلي بفضلك تغيرت حياتي، بفضلك صرت قوم الليل، بفضلك. لا حبيبتي، الفضل لله عز وجل وحده لا شريك له، ثم للي ساعدك، وربي سبحانه وتعالى سخرني إليك، ومن محبة الله إليك أساسا سبحانه وتعالى خلاني بطريقك وأرشدك للخير، وسبحان الله انشرح قلبك إنك تسمعيني وتردي علي وتسمعي نصائحي. هذه فنعمة من الله، يعني إنك لا تهدي من أحببت، يعني مو شيء بإيدي أنا ولا بإيدك ولا بإيد حدا، الهداية بإيد الله. فربي سبحانه وتعالى هو اللي هداك، وهو اللي أكرمك، هو اللي رحمك، هو اللي أسعد قلبك، هو كل شيء سبحانه وتعالى. فالحمد لله دائما وأبدا حمدا طيبا مباركا متقبلا كما يحب ربنا ويرضى. بعدين أخواتي، في هدية من واحدة من متابعاتي حبيبتي، الله يسعد قلبها، يعني من هي حفظت معي سورة البقرة والتزمت معي بقراءة سورة البقرة، فبعتت لي يوم كنت عم بحكي على أمي الثانية الله يشفيها، يا مرت عمي أم زوجي، لما قلت لكم أنا إنه هي تعبانة وبدأ يا رب يعافيها يا رب، بدأ يعني السرطان يمشي بجسمها يعني بالعظم. قلت لي عشبة القطف من الجزائر، هي ما شاء الله أختنا الجزائر، بعثت لي عشبة القطف أخواتي، الله يسعد لي قلبها. ما لاقيها الا هاتي الرقم، هاتي اسمك اسم زوجك الجوال مشان يوصل لك الطرد. خلال 3 أيام ما شاء الله تبارك الله يعني وصلت لي، الله يسعد لي قلبها يا رب يجبر خاطرها. بالله ادعوا لها ام العز، الله يجبرها ويعزها ويكرمها باولادها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، ويعطيها حتى يرضيها واياكم يا رب العالمين. بالله ادعوا لها اخواتي، انه ما شاء الله عليها يعني عن جد نعمة الاخت، وصلت لي هالعشبة قالت لي تمنع الانتشار بالجسم. آمنا بالله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى سخر هالإنسان، ربي كريم سبحانه وتعالى. طبعا هون نحن مو متوفرة عنا، دورنا عليها ما لقيناها، فهي بعتت لي اياها، هاجيكم اياها وطريقتها ان شاء الله حسويها بفيديو خاص ان شاء الله، حخلي الفيديو خاص عشان ما اطول الفيديوهات. اخر قسم اخواتي هي رسالة من والدتي، فهي اساس الفيديو، انه قالت لي ماما، قلت لي ماما كتير من الاخوات عندي بيعانوا من السحر، فاذا عندك طريقة بالرقية من السحر. وقالت لي طبعا يا بنتي، كلام الكبار وكلام سبحان الله اخواتي فعلا يعني صحيح، وفعلا علاجات مضمونة ما شاء الله تبارك الله، والرقية بتقلك ياها اسمعيها، هذه الرقية للسحر تمام أخواتي، للأخوات المسحورين، ربي يشفيكم يا ربي، يفك عنكم السحر يا ربي بقوته، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسد، هيفسد عمل السحرة بقوته سبحانه وتعالى بكلامه الكريم. الرقية قسمين، رقية وعمل لازم تعمليه كل يوم، يعني كل يوم أختي تحافظي على أذكار الصباح والمساء، ما بتتركيها أبدا، أذكارك في الصباح وفي المساء، وبتخلي لك ورد كل يوم مع أذكارك 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء تمام أخواتي. هذه قوة هائلة، هي لا إله إلا الله لا يقربه شيطان، يعني قوليها وانت بإذن الله يعني مؤمنة بالله انه ربي الله أكبر على كل ساحر، الله أكبر على الشيطان، الله أكبر على كل من طغى وكفر، الله أكبر. بتقوليها بإيمان ويقين أختي 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء، وبعدها بيكون إلك ورد يومي من القرآن، هذا الورد هو سورة البقرة والأنعام، سورة البقرة
والأنعام. إذا استطعت أختي تقرأيها فأنت ما شاء الله تبارك الله، يعني بإذن الله بإذن. قالت لي ماما يعني أنا رفيقتي اللي مسكتها يعني شافت السحر بعينها، الله أرجاها وين السحر، وربي سبحانه وتعالى أبطل لي. طبعا لقيته للسحر وربي سبحانه وتعالى أكرمها فكته ورجعت حياتها بفضل رب العالمين. قالت لي ماما إذا بيقدروا يقرأوا البقرة وآل أو عفوا والأنعام 100 100. القرآن أخواتي كله شفاء، كله شفاء، القرآن كله ربي سبحانه وتعالى جعله شفاء، شفاء ورحمة ونعمة وبركة وبشرى وهدى. وأنت عم تقرأي القرآن أنت متيقن أنه كلام الله عز وجل شفاء. فقالت لي ماما إذا قدروا يقرأوا، إذا ما قدروا خليهم مع البقرة. إذا قدرتي الصبح تقرأ البقرة بالليل مثلا الليل سورة البقرة وخلال اليوم سورة الأنعام فحبذا. وفي ما شاء الله واحدة من الأخوات كمان إن شاء الله حأذكر قصتها استمرت على هذه الرقية اللي قالت لي عليها الوالدة. بعدين بتجيبي كاسة مي، بتقرأي على كاسة المي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقبل النوم. هذه كاسة المي أو الإبريق المي أو الجك المي اللي أنت حاببتي كمية من الماء، بتقرأي عليها 7 مرات سورة الفاتحة، 7 مرات سورة الفاتحة، 3 مرات آية الكرسي، 3 مرات قل هو الله أحد، 3 مرات قل أعوذ برب الفلق، 3 مرات قل أعوذ برب الناس. بتشربيها بعد صلاة الفجر، تشربيه أو تنفسي فيها طبعا بعد ما تخلص القراءة مثل ما علمتكم أنا، انفثوا في الماء، تمام؟ بتنفثي في الماء بعد ما تنتهي بقراءة القرآن، أو أنت كل 3 مرات انفثي في الماء وخلي الماء قريب من فمك. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقبل النوم بتشربي منها، بتشربي منها وبتغسلي راسك منها وبتمسحي وجهك فيها. يعني منها بتغسلي راسك، بتمسحي راسك منها، يعني تاخدي مي شوي وبتغسلي راسك هيك، بتمشي على راسك المي وبتمسحي وجهك بالماء وبتشربي منها، تمام؟ متى؟ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقبل النوم، تمام أخواتي؟ إن شاء الله يكون رسالة والدتي واضحة كيف نقرأ الأنعام والبقرة. هذا ورد يومي من القرآن، يعني أنت يكفيكي الآن، أنت الآن بهالمرض هذا والسحر يكفيكي سورة البقرة والأنعام. بتقدري زيدي، ربي كريم. وكل ما عم تقرأ القرآن عم تتطهري، تتطهري أختي بتصيري بأعلى عليين. شو بدك أحلى من هيك؟ اقرأي، قدراني تقرأي أكثر من الأنعام والبقرة اقرأي، لكن صعب عليكي اقرأي الأنعام والبقرة، صعب عليكي اقرأي البقرة والأنعام اسميها. وبالله طمنوني عنكم وبشروني بإذن الله قريبا حتبشروني وتبشروا والدتي هيك وهي عم تدعي لكم والله، وتقلي بدعي لهم بحب في الله وسبحان الله، يعني محبته من محبتك، يعني صاروا صرتوا بغلاوة. سامحوني أخواتي للإطالة، يعني لأنه ما شاء الله تبارك الله مواضيع كتيرة. وبإذن الله عشبة القطف حنزلكم الفيديو تبع هذه حبيبتي أم العز اللي بعتت لي إياه، حنزلكم طريقته وكيف أنا حشربها لمرت عمي منه. وربي يسعد قلوبكم ويجبر خواطركم، وربي ينفعكم بما علمكم ويعطيكم حتى يرضيكم ويجبركم جبر تعجب له أهل السماوات والأرض جميعا يا رب العالمين. بالنسبة أخواتي بالبداية إذا شربتي الرقية هاي وترقي نفسك هتحسي شوي بتعب، هتحسي إنه طبعا الشيطان ما حيخليك، يعني 100 100 ما هو الشيطان والعياذ بالله همه يبقى والعياذ بالله، فحيبقى مناماتك شوي بشعة، حسي في أعراض بعض الناس بتقيأ والله يكرمكم. يعني هي الأعراض نتحملها ليش؟ لأن هي كلها أعراض بسموها أعراض، يعني إن شاء الله هيك خلاص قرب، خلاص قرب خلاصك من السحر. إذا استمريت إن شاء الله كله حيطلع منك وترجعي لحياتك وترجع أمورك إن شاء الله أحسن، وربي يحسن حالك وأحوالكم جميعا يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.